طبعا واجهت هواي صعوبات وهواي معوقات، خاصة احنا مجتمع كل محافظ، واجهت تحديات والحمد لله والشكر بدت يعني بجدارة وجبنا الميداليات الذهبية. دخلت أول رياضة إنه رياضة الكاراتيه، 4 سنوات مارستها والحمد لله جبت فيها نتائج وبطولات، وورها قررت إنه أمارس رياضة الملاكمة، طبعا عن طريق أكثر شيء حبي للأفلام. البنية تتعرض لكل شيء طبعا، ومن ضمن يعني تتعرض أكثر شيء من الأقارب، زين إنه شون تطلع شون تروح شون تجي شنو تلعب شنو تدرب، زين الدور يعني الدور ملاكمة شنو تلا شون ملاكمة. جتني الفكرة أنه عندي غرفة فوق يعني بالطابق الثالث يعني فارغة، فهيئتها يعني الملاكمة. احنا بدينا هذا مشروع مع الألعاب النساء، ندخلها للألعاب الفردية ولقينا إقبال بشكل مو طبيعي ما كنا متوقعين. تدري أنت احنا بلد يعني الأمان مالته مو ذاك الأمان 100%، فيتعرض للسرقة، يتعرض لسرقة سياراتهم، اعتداء خاص، فحبا هاي اللعبة.